بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن بين موقف الإسلام من المشركين براءة من عهد وإخراجا عن المسجد الحرام وقتالا إنهم لم يؤمنوا، أراد أن يبين موقف الإسلام من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم الذين يؤمنون باتصال الأرض بالسماء ويؤمنون بالله ويؤمنون برسوله الذي أرسل إليهم. ولكن أهل الكتاب لم يقفوا عند منهج الرسول الذي بلغهم عن ربه، بل جاءوا في مسألة الإله فلم يؤمنوا به على ما يقتضيه الإيمان من تنزيه الله عن شيء من الأحداث وعن شيء من خلقه، فنسبوا له ولدا، ولم يؤمنوا باليوم الآخر فقالوا إن النعيم فيه إنما هو نعيم روحي وليس نعيما جسمانيا، بمعنى أن الروح لا تعود إلى الجسد وينشأ خلق آخر يتمتع ويأكل ويشرب إلى آخر ما قص الله علينا من أخبار الجنة. فقالوا إن النعيم نعيم روحي، اضربوا لنا مثلا في النعيم الروحي ما هو، أهي خواطر تأتي، خواطر بالمسرات تأتي في النفس؟ كانت الخواطر بالمسرات تأتي في النفس فلماذا اخترتموها؟ اخترتم الخواطر الحسنة فما بال الخواطر السيئة؟ قالوا إن الملائكة يعيشون عيشة روحية نورانية، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتمتعون بشيء من ذلك. قلنا لهم هذا إن كان للمؤمنين أن يعيشوا عيشة الملائكة، فما حال الذين عصوا رسلكم وكذبوا بما آمنتم به؟ يعيشون في أي شيء؟ إذن فوجد قسم للنعيم ولم يوجد قسم للجحيم. إذن هم لم يؤمنوا بالله الإيمان الكامل، ولم يؤمنوا باليوم الإيمان اليوم الآخر الإيمان الكامل، وجاءوا إلى شيء حرمه الله فأحلوه وإلى شيء أحله الله فأحرموه. ليتهم وقفوا عندما جاءت به مناهجهم، وقفوا من الإسلام هذا الموقف، لكنهم أيضا وقفوا من أديانهم مثل هذه الموقف. لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون برسوله ولا يدينون دين الحق. ما معنى دين الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. فإذا ما نظرنا إلى كل رسول في عصره وجدناه جاء بالحق، ولكن إذا ما جاء رسول بعده فنسخ بعض الآيات في غير العقائد أي في الأحكام، يكون جاء بالحق في وقته وفي ميلاده. إذن فكل رسول جاء بالحق المناسب لوقته، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء على ميعاد من ارتقاءات الدنيا، وجاء على موعد إلى أن تقوم الساعة، فلا بد أن يكون حقه هو الحق الثابت الذي لا يتغير ولو برسول بعده. إذن يدينون دين الحق حتى لا يؤمنون بما جاء به رسلهم، أو لا يؤمنون بالحق الثابت وهو الإيه؟ وهو الإسلام. من الذين أوتوا الكتاب، إذن فهذا الحكم خاص بمن آتاهم الله كتابا. والمشكلة عندهم إنما هي في صدق الرسول في البلاغ عن الله وفي أنه مرسل إليهم أيضا، ذلك هو الإيه؟ الموقف. إذن النصارى، اليهود، وسن رسول الله أن يعامل المجوس معاملة أهل الإيه؟ أهل الكتاب. طب كانت معاملة المشركين براءة من عهد وإبعاد عن المسجد الحرام وقتال أن وجدناهم أو يسلموا، فما الذي تغير في أهل الكتاب؟ تغير شيء واحد، وهو
إما الإسلام أو الجزية، أي مع استبقاء الحياة، فقتلهم هو اللي ينقص عن الإيه؟ عن المشركين. قال الحق سبحانه وتعالى في هذه المسألة: إذا كان صنا دماءهم، لأن معنى إنهم بقوا أهل كتاب والبلاد فتحت فتحا إسلاميا أن الإسلام أصبح قادرا على رقابهم. مدام قادر على رقابهم أقتلهم أم أبقاهم؟ أبقاهم، فتلك نعمة من نعم الإسلام عليهم، إبقاء الحياة ما عدت زي المشركين. النعمة الثانية أنه لم يفرض عليهم دينا، وإنما حمى اختيارهم لاختيار الدين الذي يرونه. وفي ذلك رد على من يقول إن الإسلام انتشر بالسيف، نقول له البلاد التي فتحت أقرت أهل الأديان على أديانهم، وماذا صنعت؟ حمت بس حرية الاختيار. إذا كان هناك قوم يفرضون عقائد على الناس، وقفوا بالسيف أمام القوم الذين يقفون أمام اختيار الناس، وتركوا الناس أحرار. ولذلك تجد المغالطات في مسألة السيف، نقول له طيب تعالى انت بتقول لي ده انتشر بالسيف، لو ان انتشر بالسيف طب ما هو فتحه البلاد وابقى قوما ياخذوا منهم الجزيه. انت ساعه تقول ده المسلمين بياخذوا الجزيه من اهل الكتاب، طب ما هم ما دام اخذوا الجزيه يبقى قدروا عليهم، وكان من الممكن ان يقتلوهم، وكان من الممكن ان يرغموهم ويكرهوهم على الاسلام. اذا فاخذوا الجزيه دليل على انهم ظلوا على دينهم، وما دام ظلوا على دينهم تلك نعمه ما اكرهناهمش، وظلوا احياء فتلك نعمة اخرى. ما دام الاسلام ادى لهم النعمة الاولى وهي عدم القتل، والنعمة الثانية وهو عدم الاكراه على الدين، كان يجب ان يؤدوا جزاء على هذه النعمة. ايه الجزاء؟ هي الجزية. ولذلك جاء من مادة جزى يجزي، فكأن الجزية فعلة من جزى يجزي، لان الاسلام قدم لهم عملا طيبا أبقى على حياتهم وأبقاهم على دينهم من غير إكراه، فوجب أن يعطوا جزاء على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم بالإسلام. وأيضا فإنهم سيعيشون في مجتمع إيماني، وما دام يعيشون في مجتمع إيماني الولاية فيه للإسلام، فالإسلام سيحميهم من كل شيء، وسيضمن سلامتهم في نفسهم وفي أموالهم وفي أهلهم وفي كل شيء. المسلم يدفع زكاة لبيت المال تقوم بمصالح الفقراء والمسلمين، وأنتم تنتفعون بالخدمات التي تؤديها دولة الإسلام فيكم. فما دمتم تنتفعون بهذه الأشياء، فكما يؤدي المؤمن المسلم شيء من ماله وهو الزكاة، يجب أن تؤدوا أيضا شيئا من مالكم. هذا الشيء من مالكم يرد عليكم انتفاعا في خدماتكم التي تتمتعون بها، وفي أننا لا نكلفكم أن تدخلوا جندا في حرب ضد أي أحد إلا إذا تطوعتم به. إذن فالجزية ليست فرض قهر، وإنما هي مقابل منفعة أداها الإسلام لهم إبقاء على حياتهم وإبقاء لهم على دينهم الذي اختاروا. ولذلك جاءت الجزية من مد الجزى يجزي، يعطوا الجزية عن يد. احنا عارفين اليد اللي هي الجارحة، والجارحة هذه بها مزاولة الاعمال، اغلب الاعمال تزاود بالايه؟ ولذلك يقول ما عملت اي ايه. طب واللسان ما هو قال كلام بنجزيك على اللسان برضو، انما الاصل في العمل الايه؟ الايد. يبقى اليد تطلق ويراد بها القدرة التي تعمل، وتطلق اليد ويراد بها النعمة. فلان له يد على فلان، أيديه بيضاء على الناس، يعني ايه؟ مرؤاته ومعروفه وافضاله واحسانه. اذا فكما تطلق اليد على القدرة تطلق ايضا على النعمة لانها تؤدى بها. هنا بقى حتى يعطوا الجزية عن يد فيهم يا معطين الجزية ولا يدم في الآخذين للجزية، حتى يعطوا الجزية عن يد لهم ولا عن يد لنا. ممكن. طب عن يد لهم يعني ايه؟ ام قال لك يقال فلان نفض يده من هذا الامر. نفض يده من هذا الامر يعني ايه؟ يقول لك انا شلت ايدي من الحكاية دي، يعني ايه؟
أنكرتها ولم أعد أعاون عليها، تبقى عن يدي أي غير رد للنعمة، ما يشيلوش إيدهم من المسألة، ما يأنفوش منه، عن يدي منهم من الإيه؟ من المعطينة للجزية، أو عن يد يعني يدا بيد، ما يقعدش الواحد من أهل الكتاب في الأمة الإسلامية المحكومة بالنظام الإسلامي ويقعد كده في المكان بتاعه ويبعت رسول من عنده يودي مين؟ يودي الجزية، لا، يدا بيد أنت اللي تجيبها، ما تبعتش بها رسول. أو نقول عن يد، نجيبها بالمعنى القدرة، ما احنا قلنا اليد يعني القدرة على العمل، يعني يد منهم يعني عن قدرة، إذا العاجز ما ناخدش منه. يبقى يشترط في اليد إن كانت منهم ثلاث ملاحظ. الملحظ الأول أن يكونوا مواتين لا نافضين لأيديهم من الإيه؟ منا ومن حكمنا، أدي واحدة. الثانية يدا بيد، يجيبها هو بنفسه، ما يبعتش بها رسول، لأن إرسال الشيء برسول معناها إيه؟ يعني مش أنتوا عايزين دي خدوها. وحتى لو هو جابها يدا بيد كده لازم يجي ماشي ويعطيها وهو واقف والآخذ للجزية قاعد، والآخذ للجزية قاعد، أهدي معنى إيه وهم صاغرون، يعطوها عن صغار. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبقي للإسلام ولأمته جهة العلو. إحنا عملنا فيكم جميل وكنا نقدر نموتكم، عملنا فيكم جميل وكنا نقدر نكرهكم على دي، إحنا خلناكم على إيه؟ فمت إيه؟ مش عايزين منكم إيه؟ لا كبرياء ولا عظم، تخضعوا للأمر وتكونوا موالين لنا لا نافضين أيدينا، وتيجوا تؤدي الجزية يدا إيه؟ يدا بيد. وإذا كنتم عاجزين عنها لا يد لكم، يبقى حنعفيكم من إيه؟ منهم. طبعا يد من الآخذين اللي هم من المسلمين، أن يد عن قهر، عن علو، عن سلطان. طب وعن نعمة، لأننا نأخذها منها لا التواب ناخدها، ده احنا بناخدها مقابل ما أديناه إيه؟ ما أديناه لهم من إيه؟ من نعمة. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الصغار من مادة صغر، الصاد والغين والري، تدل على معنيين. إن أردتها في الحجم كمية يعني تقول إيه؟ صغر يصغر، زي فلان كبر يكبر، كبر يعني سنه، وصغر يصغر. وإن أردتها في المقام مش في الكمية الحجمية تقول صغر يصغر، صغر إيه؟ مقامه. ولذلك يقول كبرت كلمة مش كبرت، كبرت كلمة يعني إيه؟ فإن أردت في السن تقول إيه؟ كبر يكبر. وبرضه في الثانية في الحجم تقول صغر يصغر، وإن أردتها في المقام تقول صغر إيه؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم إيه؟ وهم صاغرون. دي من صغرة بتاعة المقام بقى، صاغرون يعني يؤدوها أذلاء عن انكسار، عن انكسار مش عن إيه؟ علو. ليه؟ لأن اللي بيعطي يفهم إنه بيدي مال، فلما يفهم إنه بيدي مال يبقى هو الإيه؟ الإيد العليا. نقول له لا، فيدي ما أنتش الإيد العليا، اليد الآخذة هي الإيه؟ هي العليا، مش انت ايدك العليا. من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اراد الحق سبحانه وتعالى ان يعطينا حيثيات اننا نقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ما بيؤمنش بالله يعني ايه؟ قال بقى اهو اعدم الايمان بالله جاي في الايه الثانيه. وقالت اليهود عزير ابن الله، يبقى لم يؤمنوا بالله الايمان الايه؟ الكامل. والنصارى قالوا ايه؟ والمسيح ابن الله. يبقى ايمانهم بالله مخلول ولا مش مخلول؟ يبقى قالت اليهود عزير وقالت النصارى الايه؟ المسيح. قالت اليهود عزير، نعم صحيح، مش ليس كل اليهود يقولون بان عزير هو نبي، وانما هم جماعة من اليهود نبأوا عزيرا لما لقوا على يديه من نعمة افاءها الله عليه، فقالوا دي نعمة عظيمة او مش ممكن يديها ربنا الواحد عادي، ده لازم اداها لابنه. وذلك ان اليهود بعد سيدنا موسى عليه السلام قتلوا الانبياء، فلما قتلوا الانبياء جازاهم الله بان رفع من صدور الحافظين للتوراة التوراة. وبعد ذلك هذا طفل شرد من الذين كانوا يقتلون الانبياء، طفل صغير ما عجبوش المنظر ده فشرد في الصحراء. قالوا، قابله واحد قال له انت شارد لماذا؟ قال انا اطلب العلم، فاذا به جبريل
فعلمه بأمر الله التوراة فحفظها. كله يحفظ التوراة دي مسألة يعني، ده لم يحفظ التوراة إلا أربعة، موسى وعيسى والعزير ويوشع، هم دول اللي حفظوها، لأنها إيه 70 وقر بعير، 70 حمل بعير، لأن طبعا الكتب كان زمان بتتكتبش في ورقة رقيق كده وبتاع، اللي كان بيكتب على حجارة وعلى عظام وعلى سب النخل والبتاع، مسألة طويلة وإيه عادة. فهذا حفظ التوراة، فلما رجع حافظا للتوراة لا ينسى منها حرف واحد، قالوا ده مش ممكن، ده لازم ده ابن ربنا وهو ادال التوراة دي اثره ايه علينا بانه اعطاله التوراة. فنشأت الجماعة اللي منهم سلام ابن مشكم وشاس ابن قيس ومالك ابن الصيف، هم دول اللي كانوا يقولوا. ولكن حينما قال الله ان اليهود قالوا ان عزير ابن الله، اليهود المعاصرون لهذا النزول لم ينكروا هذه المسألة ولم يكذبوها، فكأن من المقيمين بالمدينة من اليهود كانوا يؤمنون بها، وإلا لو كان ما عندوش كانوا قالوا تعالوا يا يهود هل إحنا اتخذنا عزير إله زي ما بالقرآن بيقول، ما قالوا هاشي، لم ينكروا ولم يكذبوا. فدليل على أن ذلك إما أن يكون منهم من كان يرى ذلك، أو هم عالمون بأن قوما منهم رأوا ذلك. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، برضو النصارى قالوا المسيح، ذلك قولهم. وإنما البنوة الله جاءت فيها شبهة، ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى ينادي عباده بأنهم عيال الله، الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إليه أرأفهم بعياله مثلا، وكان يطلق يقول أنتم أبناء الله، يعني إيجاده منكم كما أن الولد يأتي من مين، بل بالعكس البنوة لله أكبر من بنوتنا لآبائنا، لأن بنوتنا لآبائنا جاية عن سبب مادي موجود، إنما بنوة الإنسان لله لأنه خلقه من إيه؟ من عدم. وأكدت الشبهة أنه وجد من دون أب، بدون أم. نقول لهم لو أن الأمر في الشبهة جاء من هذا الطريق كان الأولى أن يجيء في آدم، لأن قصارى ما في المسيح أنه جاء من غير أب بشري، خلص كويس. ولكن آدم جاء من غير لا أب، يبقى نقول اللي كان أولى في أن يكون ابن إله يبقى آدم. يبقى أنتم غلطوا، ده احنا تنازلنا هو، قلنا على الأقل عيسى يبقى زي آدم، ما قلناش إن آدم أولى منه، هيبقوا زي بعض. ولذلك لما جه القرآن يقول إن مثل عيسى عند الله إيه؟ كمثل آدم، يبقى تنازلنا في القياس، لأن كان المقصود يقول إيه أولى بذلك من آدم، لأن آدم لا أب ولا إيه ولا أم. نقول له طيب ما إيه الحق سبحانه وتعالى جاب الحكاية دي ليه علشان يعني يعمل البلبلة دي؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى يخلق الشيء بأسباب، والأسباب مخلوقة له، يعني الولد منا في الجمهرة الناس ينشأ من أسباب، هو مين؟ الوالد والأم. والشيء المردد بين شيئين له صور منطقية أربعة، ييوجد بوجود الشيئين، أدي صورة، ييوجد بانعدام الشيئين، أدي صورة، ييوجد بوجود واحد من الشيئين. طب الوجود هيجي وجود الذكر دون الأنثى، يبقى كم قسمة؟ الشيء الواد اللي يجي من اثنين في جمهرة الناس دائر صوره المنطقية بين اربع اشياء، يجي من وجود الاثنين كجمهرة الناس يبقى اب وايه وام، يجي من عدمهم، ادي الصورة التامه، من وجودهم الاثنين يا عدمهم ايه، يا من وجود الذكر ادي صورة، يا من وجود الانثى ادي كام. فليعلمنا الله جميعا أن الأسباب لا دخل لها في التكوين، وأن المسبب هو القادر على أن يوجد من غير أب وأم كما أوجد آدم، وأن يوجد من أب وأم كما أوجد جمهرة الناس، وأن يوجد من أم دون أب كما أوجد، وأن يوجد إيه من دون إيه أب كما أوجد حواء. يبقى إذن القسم دايرة ولا لا؟ يبقى دخول الأمر لا دخل له إلا إرادة الحق سبحانه وتعالى، في معنى ذلك إن الحق ما يجيبش إلا بإيه؟ إلا بذكر وأنثى، لا يقوى، يجيب بانعدامهم،
اهو جاب ادم ويجيب بوجودهم الاثنين كل الناس. طب ويجيب بالذكر بس حواء ويجيب بالانثى بس؟ يبقى مدام طلاقة القدرة في الصور الاربعة يبقى الاسباب ليست هي الفاعلة في ذاتها، مش ميكانيكي بحيث اذا تخلف حاجة ما تجيش، لا ده ارادة خالق. ارادة مين؟ ولذلك يقول لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا، يجيب له لا ذكور وبنات، ويجعل من يشاء عقيما. يبقى موجود الاثنين الذكر والانثى ولا ايه ولا يدي، ويبقوا مش موجودين الاثنين الذكر والانثى ويدي، يبقى موجود واحد ويدي، يبقى موجود الثاني ويدي. اذا طلاق القدره ولا لا؟ لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء. اياك ان تقول انها بايه، انها باسباب، بل هي يهب لمن يشاء اناث، يهب لمن يشاء ذكور، يجيب له ذكور واناث، يجعل من يشاء عقيما، داخل ايضا في الهبه. هنا استقبال الناس للمواليد بيختلف، كانوا بيحبوا الذكر قوي لانه هو اللي بيساعد وبيعمل عزوه، بيركب الخيل وبيحارب وبيعمل مش عارف، والبنت تجيب لهم فضايح وتجيب لهم ولا بتعملش حاجه فكان اذا بشر احدهم بالايه؟ بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون ام يدسه في التراب؟ دي مساله. نقوم نقول له شوف، ما دمت لا دخل لك في الانسال، يعني في الانجاب، مالكش انت دخل ابدا. انما مين اللي بيهب؟ ولذلك سماها الله هبه. هبه يعني ايه؟ يعني شيء مش بمقابل شيء منك، مش بمقابل شيء. يبقى الذكور هبه والاناث ايضا هبه، ما تفضلش الهبه دي عن الهبه دي، ما دام ربنا بيوهب، يوهب ديا او يوهب دي، يبقى ما دام الواهب هبه واحده يبقى ده زيده ولا لا؟ ما تفضلش انت الذكر على الانثى. ولذلك الذي يستقبل البنات وبيخلف بنات والست وهو عايزين يقولوا ذكر، عايزين يقولوا ذكر، ويروحوا هنا ويدوشوا الدنيا عشان يجيبوا ايه؟ عشان يجيبوا ذكر. قال لهم لو استقبلتم هبه الله في الاناث كما تستقبلونها في الذكور، وقلتم هبه وهبه، ولا تردوا هبه وتاخذوا هبه ما دامت هبه من الله، لو استقبلتم الاناث بما استقبلتم بهم الذكور، الله سبحانه وتعالى يجزيكم جزاء ما يخطرش على البال. ايه هو؟ ام قال لك يجي لكل بنت وربنا يحسنها في عين رجل، ويجوا البنات كده كل بنت تجرجر لها راجل، يبقوا ان كانوا 10 بنات يجيبوا له 10 ايه؟ رجاله. لا تعب في تربيتهم ولا تعبت في حمل ولا تعبت في رضاعه ولا تعبت، ويبقوا اطوع له من مين؟ من الذكور. ده لانه رضي بالهبه. فالذي يرضى بالهبه في الاناث الله يقول رضيت بهبتي فيه، ولم تكن على سنه العرب من كراهه الاناث. انت كنت عايزهم ذكور؟ لا، انا هخلي لك البنات واجيب لهم ايه؟ واجيب لك ذكور يشدهم من اهلهم. يبقوا الاهل ربهم وانت اللي ايه؟ وانت اللي تاخد، وهم اللي يبقى تحت رجليك، وهم. ولذلك اذا ما وجدت انسان وفق في زيجات بناته وجابوا لهم رجال يصونون اعراضهم يبقوا كويسين، فاعلم ان الاب قد استقبل الانثى بالرضا، لانها هبه الله. ويجعل من يشاء عقل من ضمن الهبه. اشمعنى تنبسط قوي من هبه الذكور ولا تنبسطش من انك تبقى عقيم؟ ما هي دي هبه ودي ايه؟ طب ما هي دي هبه ليه بقى؟ ام قال لك طيب كده استقبل العقب برضا الله، يخلق ما يشاء. يقول لك كده يخلق ما يشاء، لو استقبلتها هذا الرضا لوجد كل رجل تراه ابنا لك. كل رجل تراه يبقى ايه؟ ابن لك. ليه؟ لانك استقبلت الهبه في المنع، واستقبلت الاناث كاستقبال الذكور. يقول لك انا اجيب لك ذكور وياهم. اذا ما دامت هبه من الله فيجب ان تستقبل الهبه من ايه؟ ايه احنا بنشط كتير يا رب، سبحانك يا رب. طيب يبقى اذا عيسى جاء ليثبت ايه؟ طلاقة القدرة في الايه؟ في الخلق، لان القسمة العقلية لا تتم الا به، لا تتم ومش هتتكرر، لا تتم الا به. لان ادم اتوجد ولا لا؟ اللي بعد ادم اتوجدوا من ابوين ولا لا؟ حواء اتوجدت ولا لا؟ يبقى الثلاث صور وجدوا في الكون ولا لا؟ يبقى اي صورة ناقصة؟ أن يوجد من أم دون أب، هي دي النقصة. فأتمها الله بمين؟ بعيسى عليه السلام.
وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. ذلك أي إن المسيح ابن الله أو عزير ابن الله، ذلك أي القول، قولهم بأفواههم. وهل يوجد قول بغير أفواه؟ طب ما هو كل قول إيه؟ حتى قول المؤمنين الله واحد برضو محمد رسول الله، ده قول بالبق ولا لا؟ قال لك لا، فيه قول بالفم فقط دون أن يكون له أي معنى من المعاني، وفيه برضو قول يبقى بالفم أيضا وله معنى إلا إنه مش حقيقي، كذب. إزاي؟ قال لك هي اللغة إيه؟ القول ده هو إيه؟ ما هو القول؟ وكلام يعبر به كل قوم عن أغراضه. مدام يعبر به عن أغراضه، لما تقول الولد يجلس لازم يكون فاهم يجلس يعني إيه؟ لازم يكون فاهم يجلس يعني إيه الأول. طب يجي في بلد، في بلد زي عندنا يقول لك ند، ان قلتها عندنا في البلد ما يفهمش الله ند، ما يفهمهاش. لا، لانه لم ايه، لم يعرف ان ند دي معناها ايه، يعني ايه، ما يعرفهاش. اذا فاللغه الفاظ يعبر بها كل قوم عن اغراضهم، وما دام الفاظ يعبر بها كل قوم عن اغراضهم والغرض هو بين المتكلم والسامع، يبقى لازم المتكلم والسامع يعرفوا اللفظ ده موضوع لايه، يعرفوا اللفظ ده ايه موضوع لايه. فان لم يعرف السامع اللفظ اللي بيتكلم به المتكلم موضوع ليه، يفهم ولا ما يفهمش؟ لا يفهم شيئا. يبقى يشترط في الفهم ان يكون الايه المتكلم والمخاطب علمين بالايه بالوضع. فاذا تكلم متكلم بلا علم بشيء لا علم للسامع به، يفهم او لا يفهم؟ ما يفهمش حاجة أبدا. ولذلك بيضربوا لنا المثل إن أبو علقمة النحوي ده كان مشهور في النحو قوي وفي الألفاظ واللغة، ويتقعر ويعمل ولا يتكلم إلا باللغة الفصيحة واللغات الشردة اللي الناس مش عارفاها، وكان عنده خدام. مرض مرة هو فرح للدكتور، الدكتور اسمه أعين الطبيب، ذهب أبو علقمة النحوي إلى أعين الطبيب يشكو له علة عنده، يعني بيعرض علته. قال له ايه؟ ماذا قال له؟ قال قد اكلت من لحوم هذه الجوازئ فطسأت منها طسأة، اصابني منها وجع من الوابلة الى دأية العنق، ولم يزل ينمى حتى خالط الخلب وألمت منه الشراسيف. طبيب مش متخصص في اللغة ولا عنده معاجم ولا اي حاجة، فوقف محتار. قال له أعد علي فلم أفهم. قال له أكلت من لحوم هذه، قال له يقولها بحماقة، قال يعني إزاي ما فهمتش؟ أكلت من لحوم هذه الجوازئ فطسأت منها طسأة، أصابني منها وجع من الوابلة إلى دأية العنق، ولم يزل ينمى حتى خالط الخلب وألمت منه الشراسيف. عرف إن ما فيش فايدة بقى. قال له هات القلم والورقة واكتب الروجيت الوصفة. قال له ايه؟ خذ حرقفا وسلقفا وزهزقه واغسله بماء روس واشربه بماء الماء. قال له اعد علي فوالله ما فهمت شيئا. ابو علقمة ما فهمش. قال له لعن الله اقلنا افهاما لصاحبه. والى لقاء اخر ان شاء الله.